بعض الشركات المساهمة تضمن الحكومة لها نسبة من الربح 15%، فهل الربح الذي يحصل عليه المساهم في هذه الشركات حلال أم فيه شيء من الربا؟ ما تنظر الحكومة للناس من المساعدات حتى ينشطوا في مجال خيرية وحتى لا يخسروا حتى يستمروا في ما ينفعوا المجتمع، هذا من بيت المساعدة من بيت الناس، مثلا له معاملات وهذا مساعدة للشركات حتى تقوى وتنشط وتستمر. كما يعطى للجماعي او للمزارعين او لغيرهم او للتجار حتى يجلب الاموال النافعه ويكون الربح قليلا ويكون الربح قليلا، كل هذا مما ينفع المسلمين وليس فيه ربا. نعم.